انا كنت والله بره، بس كنت بحجز ليه عند الدكتور ورجعت لقيته فتح الشاشه. معلش عامل ايه يا حبيبي؟ فكرة الزيارة الإلكترونية والدعم النفسي مستشفى مدعومة كان ليها سبق في تنفيذها. الناس كانت دايما بتبقى عندها مشكلة في التواصل مع أهلها اللي في العزل. فكرة ببساطة جدا إن هي وحدة تحت في مبنى بعيد عن العزل. الوحدة دي عبارة عن كابينة وفيها شاشة وكاميرا ومايك. الأهل العيان بيخش فيها بيبدأ يبقى واقف في مكان معين كده عشان الكاميرا تجيبه. وفي نفس اليونت دي بالظبط فوق في مبنى العزل بس على ترولي متحرك بتنقل من عيان لعيان. الموضوع اثر بالاجابه على نفسيه العيانين واهل العيانين. بيبقى في بعض التوجيهات الاول قبل الزياره ان لازم يبقى في الكلمات الايجابيه هي اللي تبقى يعني مسيطره على الموقف ساعتها. ربنا يقوي الثلاثه. خلاص الحاله اللي بعدها كانت نيتنا في الاول ان تخفيفا على المرضى وتخفيفا على اهل المرضى، وبفضل ربنا وحده نجحت. سياده الوزيره اشادت بيها واشادت بجهود اللي بذلت فيها ووجهت بتعميمها على باقي المستشفيات. بس عشان خاطر خد بالك من النفس وعشان خاطر كل انت بقيت كويس وبقيت هان عشان خاطري انا محتاجه لك تخلي عندك عزيمه واراده عشان تقومني بالسلامه. عشان خاطر انا والعيال واللي في بطني محتاجين. ماشي يا حبيبي؟ ماشي يا حبيبي. لا 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 الله. مع السلامه. سلامه يا حبيبي.